طبعا دي الكرة حيطلعها اوفر لانه بعيد عن منطقة النشوط. الساعه الصغيرة حلاوتك يا ماجد، حلاوتك يا ماجد، سجل جول ماجد، حلاوتك يا ماجد. اول هدف، اول هدف، اول هدف سعودي. حلاوة، حلاوة يا ماجد، حلاوة يا نطيف. ماجد نطف الهواء من احمد صغير، الكرة اللي دفعها ويحطها جول بعد 14 دقيقة ونسجل جول وجمهورنا دعوة للشاشة. بتنعاد الكرة تاني، شايفين ماجد كيف ينط، ينط في السماء. يا حلاوة يا ماجد، يا حلاوة يا ماجد. الجول حياة شوية، ابراهيم تحفيز حط كرة على الارض والعب الترو طويلة قدام لعيسى حمدان، نجي لعيسى حمدان السريع ضرب الجول، عيسى حمدان وطيها عيسى حمدان ويرفعها من فوق الجول، ضرب الجول وجول وجول ثاني وجول ثاني. مجهود كبير من عيسى حمدان ومجهود كبير شبيه المحسود، يطيحوا يطيحوا عيسى حمدان رفعه عالية وماجد يحطها في الجول. وجول وجول سعودي، وجول سعودي ثاني وثاني وثاني، بنشوفها بالسلو موشن وماجد يطير طيران وحطها في الجول ويسجل الجول الثاني و2-0. جاسم ماجد يصلحها وباجي فرد وفرد الحارس يطلع الحارس عليه وتحصل برضه جول وحطها جول وجول وجول الرابع وجول الرابع. حلاوتك يا ماجد، يا حلاوتك يا ماجد. صلح سعود تصليحه من سعود المهندس لماجد الحصان الرابع وخبرج الحارس وتطلع الكورة وشافينها ثاني وثاني وماجد يتابع وفتحة عوضها وعوضها ماجد وعوضها. سجلنا الجول الرابع في الوقت الضائع من الشوط الأول. سلحت ماجد، استلم كورة ماجد ويجري ويجري ماجد وفوت ماجد وفوت فرد ماجد الجول وحطها على يسار جول 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 يحطها ماجد ويسجل الهدف الخامس ويسجل جاسم على طول ماجد واجري ماجد واجري ماجد برد الجول ماجد شوطه بالجول وادخل جول جول وجول وجول والجول السادس والجول السادس. وصوتي راح والنتيجه 6-6 اهداف سعوديه. لعبه حلوه من سعود جاسم لماجد. بتشوف الكره كيف دخلت، عبد الله عبد ربه قصيره ياخذها ماجد الصايف روح لماجد عبد الله، ماشي ماجد عبد الله، ماشي ماجد عبد الله مع مقبول، ماشي ماجد يدخل مربع الثمانية ويعكس لعبد الله عبد ربه وشوط عبد الله عبد ربه في الجول وجول جول. وانتو بينية متفاعلين الاثنين مع بعض، نشوفها ثاني نشوفها ثاني. ماجد كيف يعكسها لعبد الله عبد ربه بشماله الشديد، انا قلت لها سويت الاول ويحطها في الجول ويسجل السعودية، يسجل منتخبنا السعودي الهدف السابع. 7 اهداف سجلت حتى الان.